علاش؟ زعما علاش؟ هم شو يقول لنا سي فتحي بن خليفة هو المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. صباح النور سي فتحي. بخير، مرحبا بك مستمعي الإذاعة الوطنية. الله يخليك. المستمعين والتوانسة يسألوا علاش فما نقص في الحليب سي فتحي؟ والله مش هو راهو رسميا مش انا اللي نجم نعطي فما نقص. ايه ما فسرونا، ما انتم ما تعرفوا. على مستوى الانتاج قلنا منذ سنوات راهو عدم تعديل سعر بيع الحليب عند الفلاح راهو خلى الفلاح من سنه الى اخرى يفيق، خاطر حتى الفلاح البسيط اللي البقره ولات في التقاليد وعايشه معاه بدا يحسب يلقى روحه يصرف على البقره مش هي اللي تصرف عليه. دونك من سنه الى اخرى بدات الازمه من 2016 تراكمت 2017 18 19 تكلمنا يلقى روحه يخسر. دونك ولا يفرط في القطيع نتاعو، معناها يما يبيع البقره تتباع تمشي يما للذبيحه ولا تمشي للتهريب. وكان لاحظتوا حتى قطاع اللحوم الحمراء تمس ارتفاع خاطر نقص، خاطر البقره قبل كانت تعدل وقت يوفى الحلقه الانتاج نتاعها تمشي البطوار تعدل اسوام اللحوم الحمراء. اليوم اخر رقم باش من نبثوه شحن عطات وزاره الفلاحه انه عدد مربي الافقار تعدى من سنه 2005 ل 112000 مربي الى 86000 سنه 2021. يعني في العدد المربين برك فما 23% خرجوا من حلقه تربيه الابقار الحلو، وزي خلى اي انتاج الحليب تراجع بنسبه 40%. رقم اخر لا لا عندي. لا 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 ما نعطيش ارقام هكاك، لا تنعطيك انا مش نعطيك المصدر انا مش هكاك راهو لا المصدر تحمل مسؤوليتي. لا ما عندناش نقص 40% نهولوش الامور. قديش عندنا نقص؟ ارقام رسميه تنعطيك عدد القطيع البقار اللي يعطيونا في الحليب تعدى سنه 2005 من 418 ل 354، يعني نقص 15% في عدد الابقار. الانتاج الوطني بين 21 23 نقص 16%، نقص 40% راهو كانش ما تلقاش الحليب خلاص، خاطر كي نحيو النزل والمطاعم والمقاهي والمبيتات الجمعيه. دونك شنو نقول انا؟ راهو احنا كنا في فتره ذروه انتاج، وفي فتره ذروه انتاج قبل في السنوات اللي عندنا البقاره نتاعنا نرجعوا 5 6 7 سنين تالي كنا في فترة ذروة الإنتاج إيش نعملوا؟ كانت تذكروش شكل مشاهد المصانع ما تقبلش الحليب بيتي عندنا نقوموا نبزعوه في الشارع، نتذكروا كيفاش ننساوه. خاطر وقتها المصانع تخدم بنسبة دوران 100% وآلية التجفيف مع كل أسف اللي خلقتها الدولة معطلة ولا تؤدري السبب علاش، هذا أي موضوع. دونك وقتها نعملوا مخزونات استراتيجية تناهز 60 مليون وصلنا عام 68% والمصانع معناه يعني عيتوا سيء ما عادش عندنا طاقه. دونك هذوك نخليهم لفتره نقص الانتاج بقره في الحلقه الانتاج نتاعها ديها بريود دو باس لاكتاسيون هذه تو دخلنا فيها تو كنا نعدلوا بها اليه تعديل اوتوماتيكيه. باهي ما عنديش مخزون احتياطي سامحني لانه مازال عندنا دقيقه ونص. عندنا 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 علاش تقول ما فماش؟ نسال انا نسال علاش تتهم فيا؟ انا نسال فيك معناها سي فتحي. المواطن 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 تو نفسر لك علاش حتى الضغط. احنا المواطن ولا واعي ياسر عارفين فتره نقص الانتاج هي تو الحليب مش ينقص برا خوز. دونك احنا بيدنا عندنا تقريبا اخر رقم خديته من المجمع اللحوم الحمراء والالبان تقريبا 19 مليون لتر 17 مليون لتر مع انتاجنا اليوم اللي هو ناقص اكيد مش الانتاج العادي. دونك هذوما يخلي حتى لهفه المواطن ثقافه الاستهلاك ما عندناش التوانسه الا غالب حاجه تنقص ماذا بينا نعبيه من هدا. اليوم خلك الحليب ناقص احنا اربعه في العائله نخدموا اي اسمع انت دبر كل واحد يدبر راي فما عائلات ناكد لك تلقاهم كل واحد يروح بستيكه بسته بكوات مواطن اخر يمشي ما يلقاش مع حاجه اخرى لازم الدوله تراقبها اكيد جدا 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 خاطر كي ناخذ حتى في انتاجنا العادي الحليب تقريبا 50% 56% يمشي الحليب العادي 17% يمشي لمشتقات الحليب 26% يمشي لك الحليب التقليدي هاك الجبونات التقليديين والريكوتا والبن والرايب. دونك الدولة بيدها الأرقام هذه لازم تراجع الدولة لازم أنا حاجتي بالحليب ندعم فيه باش يمشي للمستهلك. تمرين نشجع المشتقات هذا أكيد جدا، أما في فترة ذروة الاستهلاك
نمجل الحليب اكثر من ربما حاجات اخرى. واضح سي فتحي. المعادله الاقتصاديه لدى المصانع يجب تنظر فيها الدوله. نحن ان شاء الله يكون معنا ضيف من وزاره الفلاحه في الاثنين. نشكرك انت سي فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. مش نلخص كلامه، فما نقص في انتاج الحليب المدهدية، وبالتالي نلقاو نقص في التوزيع في الاسواق. المواطن ما يلزمش يلهف لانه هذه فتره وتتعدى. تو نخلي مكاني الرفقي بوسته يقدم لكم هو الاخبار الرياضيه، ثم موجز 8 ومن بعد نرجعوا ونكملوا معكم.